اليوم كنظموا واحد اللقاء تحسيسي تواصلي اللي غادي يحضروا فيه بزاف ديال الممثلين ديال عده مصالح المهتمه بالقطاع. غادي ندرسوا فيه عده قضايا اهمها كيفيه تسويق وتسويق الدجاج وكذلك طريقه التهيئ ديالو عبر المجازر لتزويد الاسر وعبر المجازر المعتمده. كاين كذلك خبراء اختصاصيين في هذا المجال هذا اللي غادي يوضحوا لنا بالصوت والصوره الطريقه الصحيحه لمجاوله هذه المهنه والطريقه اللي غادي تكون مستقبل ان شاء الله تعالى، وكذلك بينطرحوا فيه الطريقه اللي غادي ناهلوا بها الريشات. خصوص المساله ديال الارتفاع ديال الدواجين، هذه المساله ما بين العرض والطلب، ما كاين حتى شي واحد اللي كيحددها، انما هو مساله تتعلق دائما بالعرض والطلب. يعني الوقيته اللي كنقولوا حنا الدجاج غادي يغلى فيها، الا كان العرض كثير راه تيكون الدجاج بوفر، راه تيكون الثمن مناسب. كان الدجاج قليل راه مساله عاديه، راه تيكون الدجاج تيكون طالع واحد شويه، هذه مساله عاديه، ما كاين حتى شي واحد اللي كيتحكم في هذا القطاع نهائيا، انما هي مساله عرض وطلب. وحنا مقبلين على شهر رمضان، الحمد لله كاين الاكتفاء الذاتي، الحمد لله غادي يبقى تقريبا الثمن مستقر، مع العلم بانه باش يعرف الناس واحد المساله بان الدجاج الان راه كيتقام بتكلفه غاليه اللي هي ما بين 5 حتى 16 درهم، خاص الناس يعرفوا هذه المساله هذه، هذا الشيء كل شيء ناتج عن غلاء الاعلاف. اليوم جينا لمراكش طلبا من الجمعيه ديال تجار الدواجين باش نديروا واحد الحمله تحسيسيه باش ياهلوا الريشات ديالهم. تتعرفوا بان حاليا الريشات شويه ما تعطيوش واحد القيمه للدجاج اللي تيخرج من الضيعه بواحد جوده جيده، تيجي حتى للريشه كاين شويه ديال النقص. ما تنعممش، ولكن كاين بعض الناس اللي ما تيخدموش مزيان، وحنا جينا باش نديروا واحد التحسيس باش حيت درنا راه الاشاره ديالهم واحد المجزره القرب اللي هي مؤهله باش توجد الدجاج بواحد الطريقه جيده. عندنا نموذج عندنا في الدار البيضاء في المكتب فلافي بول في المكتب ديال في المعهد ديال التكوين في الدار البيضاء، عندنا جوج مجزرات، مجزره ديال القرب اللي هي غتكون هي اللي غيبقاو هما يشوفوها باش ياهلوا يديروا بحالها، وعندنا هي بيلوت، وعندنا مجزره معتمده اللي هي صغيره اللي ما تطلبش ملايير ولا ملايين، ديال 150 حتى 200 متر كاريه، ويقدروا يديروا مجزره معتمده اي تاهيل والا خصو ديال المصاريف، ما غيمكنلكش مصاريف. وحنا تنعرضوا عليهم وجاو شي وحدين منهم شافوا هذاك النموذج اللي درنا، داك الشيء باش هما عيطوا لنا باش نعاودوا نفسروا للاخوان سميتو. كاين عاوتاني واحد القضيه اخرى وهي الدوريه اللي موقعه من طرف وزير الفلاحه، السيد اخ النشم اللي كان وزير الفلاحه، والسي الفتيت اللي هو وزير الداخليه، يعني اللي داروا دفتر تحملات ديال التاهيل ديال هاد المجازر، وسميناهم مجازر القرم باش تقول ديك الرياشه مع الرياشه شويه سميتو، ولكن هنا مجازر القرم، ولكن باش الناس يخدموا خصهم يتاهلوا، وفي المستقبل ان شاء الله راه كاين الناس اللي هما بغاو يتاهلوا خصهم غير اللي يوري لهم، خص اللي يقول لهم. هنايا غتولي هاد المجزره اللي هي مجزره القرب غتكون حيت حاليا لونسا تترفض رفضا كليا باش تراقب هاد الريشات بهاد الطريقه هادي. دابا لونسا دخلناها معنا باش تعطيهم رخصه باش يزودوا يعني قانونيا في هذوك الريشات اللي هما مؤهلين.